دكتور معروف البخيت رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع. أقسم بالله العظيم. معروف سليمان البخيت رئيس وزراء لمرتين ونائب رئيس مجلس الأعيان وعضو المجلس لأكثر من دورة، وشخصية عسكرية وسياسية من طراز رفيع. في عام 1964 التحق معروف البخيت بالقوات المسلحة الأردنية وتخرج من الكلية العسكرية برتبة ملازم، وعمل في العديد من الوحدات العسكرية والإدارات. وخلال حزيران عام 1967 كانت خدمته العسكرية في القاعدة الجوية في عجلون. كانت خبرته وقدراته السياسية قد أهلته في عام 1994 للانضمام والمشاركة مع الوفد الأردني إلى مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، وكان عضواً في اللجنة التوجيهية العليا والمنسق العام لعملية السلام. عمل سفيراً للمملكة في تركيا وكذلك سفيراً في تل أبيب، ثم عمل مديراً لمكتب الملك ومستشاراً للأمن القومي. خبرته العميقة وتحليه بروح المسؤولية بنزاهة وأمانة جعلته موضوع ثقة الملك الذي عهد إليه تشكيل الحكومة مرتين. كانت المرة الأولى في عام 2005 بعد 3 أسابيع من العمل الإرهابي الذي استهدف بعض فنادق عمان. كانت أولوية تلك الحكومة تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب ومحاولة إجراء إصلاحات سياسية. أما حكومته الثانية فقد شكلها في شباط عام 2011، لكنها لم تستمر أكثر من 9 شهور، وقد جاءت حكومته الثانية بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية على الحكومة التي سبقتها. كان يؤمن بقدرة الأردنيين على حماية بلدهم ومستقبلهم وقدرتهم على أن يكونوا سداً منيعاً في وجه كل الضغوطات والضيقات التي يمكن أن تؤثر عليهم. والله إذا الأردنيين متماسكين، والله أمريكا ما بتقدر تفرض علينا إشي، والله روسيا ما بتقدر تفرض علينا إشي. في حكومته الثانية وعد معروف البخيت بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات وتعزيز اللامركزية ومنح حريات أوسع للأحزاب السياسية، لكنه في مدة الحكم القصيرة التي تولى فيها مسؤولية الوزارة لم يستطع تحقيق الكثير. أما المشكلة الكبرى التي واجهت حكومته الثانية فكانت قضية الكازينو. كان يعتقد أن الكازينو الذي تقرر أن يكون لغير المواطنين الأردنيين سيكون مصدر دخل مناسباً للخزينة، لكنه اصطدم بمعارضة قوية شعبية وبرلمانية. وقد كان يرى أن الطريقة التي تعاملت بها بعض الجهات مع قضية الكازينو كانت فيها إساءة بالغة لحكومته وتسببت في اتهامات لها إلى أن تم إلغاء المشروع. من يعتقد أن في جيبي مليم واحد من مال الدولة غير راتبي، أنا على استعداد لأن أخضع لمحاسبته. معروف سليمان البخيت، العسكري المفاوض، الباحث، المفكر، السياسي، الإنسان، كل هذه الصفات اجتمعت في شخص رجل واحد، وهو نموذج لرجل الدولة المخلص لواجبه والمنتمي لبلده والوفي لشعبه.